السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي. إذن في هذه الحصة سنتطرق لتقويم تقويم الوحدة الخامسة، وهو يبدأ في الصفحة 104، ولدينا الصفحة 105، 106، ثم 107. إذن في هذه الحصة سنخصصها للصفحة 104 فقط، رغم أنها لا يوجد فيها العديد الكثير من التمارين. إذن ولكن سنتحدث عن شبكة التقويم. إذن خلال هذه الوحدة تطرقنا لمجموعة من الدروس، الدروس التي تطرقنا إليها كانت يعني متعلقة بالتناسبية مثلا، ثم التكبير والتصغير، ثم المربع والمستطيل والمعين والإنشاءات الهندسية، ثم تنظيم ومعالجة المعلومات البيانات جوج، جمع وطرح الأعداد العشرية وضرب الأعداد العشرية، التمثل المحوري والإزاحة، وكذلك الوحدات الزراعية. إذن هذه هي الدروس التي تطرقنا إليها. إذن هنايا بالنسبة لهذه الشبكة، شنو المطلوب من المتعلم؟ هذه الشبكة هي تعطى للمتعلم، هو الذي سيملأ هذه الشبكة حسب ما تعلم، حسب التحكم ديالو في التعلمات. مثلا الهدف التعلمي الأول يتعرف النسبة المئوية ويكتبها على شكل عدد كسري وعشري. إذن هاد الحصة كنا تطرقنا لها، إلى عقلتو كيفاش كنمشيو من النسبة المئوية للعدد العشري والعدد الكسري. إذن هذا إلا كنتي يعني هاد الموضوع عندك ضابط، وكيفاش كتنتقل من هذه لهذه من هذه لهذه، فغادي دير مكتسب. كنتي شوية غدير في طور الاكتساب، غير مكتسب غدير غير مكتسب، لأن إلا درتي غير مكتسب مازال خاصك الدعم، يعني خاصك ترجع عاوتاني للدرس وتحاول تفهمو أكثر. بالنسبة للهدف الثاني، يحدد نسبة تكبير أو تصغير شكل معين وينجزه. يعني هنا شنو خصك تكون كتعرف؟ مثلا تكون كتعرف تحدد النسبة ديال التكبير، مقدار التكبير، هل التكبير مرتين أم ثلاث مرات. إذن ثم أنك تكون كتعرف تنجز التكبير، تنجز التكبير أو التصغير نتاع واحد الشكل معين. فاش كنقولوا الشكل معين، ماشي المعين، الشكل كيما بغى يكون، يعني تكون كتعرف يعني التكبير نتاعو والتصغير. يتعرف العناصر الأساسية لكل العناصر الأساسية، يعني خص التلميذ يكون كيعرف العناصر الأساسية، يعني الخاصيات ديال المربع والمستطيل والمعين، لأن هذا الشيء غادي يأهله، لأن بمعرفة الخاصيات تستطيع حساب المساحة والمحيط. إلا عرفتي الخصائص وعرفتي القواعد ديال المحيط والمساحة، غتكون مؤهل أنك تحسب أي محيط وأي مساحة. ودائما في المحيط والمساحة دائما خص الشكل اللي كيتعطاك خصك تشوفو على شكل رباعيات اعتيادية كتعرف تحسب مساحتها. إذن بالنسبة للهدف الآخر، يقرأ ويؤول بيانات في الجدول، في الجدول أو المخطط. حنايا البيانات كنا شفناهم اما في جداول واما في مخططات. اذا في هاد البيانات خصنا تكون عندنا القدره اننا نقراوها، ويحل وضعيه مساله عن طريق قراءه وتاويل بيانات وارده في جدول او مخطط. وهذيك الجداول والمخططات يمكن نوظفوها في واحد المساله، وهنا يخص التلميذ يكون عارف كيفاش يعني يستخرج داك المعطيات من المساله ويجيب عنها. إذن الهدف الآخر، يستعمل التقنية الاعتيادية لحساب مجموع أو فرق أعداد عشرية. إذن التقنية الاعتيادية إحنا تعرفنا عليها ووقفنا عليها جيدا خلال التعلمات خلال الدروس، وقلنا بأن فاصلة تحت الفاصلة، عشر تحت العشر، وحدات تحت الوحدات، ثم يعني لا بالنسبة للجمع ولا بالنسبة للفرق. الهدف الموالي، يتعرف محاور تماثل ويرسمها. إذن محاور تماثل يعني الأشكال الهندسية، كاين اللي عنده جوج ديال المحاور، كاين اللي عنده ثلاثة، كاين اللي عنده أربعة، كاين اللي ما عندوش. إذن هنا خصنا نكونو كنعرفو المحاور التماثل. كذلك يستعمل القن
لإزاحة شكل ورسمه. إذن هنا يتعرف محاور تماثل، يعني في الحقيقة يعني هنا بغاو يقولوا بأن خصنا نكونوا كنعرفوا نشؤوا الشكل المماثل، وهنايا الشكل المنقول بالإزاحة. الإزاحة كنستعملوا فيها القن القن، وبالنسبة للتماثل المحوري كنستعملوا المحور. إذن الهدف الآخر يحسب وجود عدد عشري في عدد عشري أو عدد صحيح باعتماد التقنية العتية ديال الضرب. إذن سبق لنا هذا الشيء عاوتاني، وقفنا عليه جيدا، وقفنا عليه كثيرا، وركزنا بزاف على كيفاش ننجز العملية، كيفاش نحط الفاصلة في الأخير، ثم كذلك كيفاش نضرب عدد صحيح في عدد عشري وعدد عشري في عدد عشري، وكيفاش نتعامل مع الأصفار. هذا الشيء اللي وقفت عليه أنا بزاف لأنه مهم. إذن في الهدف الأخير يتعرف الوحدات الزراعية ويجري تحويلات حولها. إذن هنا يا هذا عاد شفنا هذا الدرس، هو كيفاش ننتقلوا من وحدة زراعية لوحدة زراعية، وكيفاش ننتقلوا من الوحدات الزراعية إلى الوحدات لا زراعية. إذن هذه هي الأهداف اللي خص يكون المتعلم حققها. لكي هذا الشيء دابا، علاش هذا الشيء كيتدار هنا؟ لأن هذا الشيء إلا تحققت هذه الأهداف وتحكم المتعلم في التعلمات، هذا الشيء كيأهله للوحدة الموالية اللي هي الوحدة السادسة، ويؤهله أيضا للسنة المقبلة. فما خصناش نبقاو نشوفوا النقط فقط، وهنا كنشوف أنا مثلا بعض التلاميذ اللي كيركز فقط على النقطة. النقطة غادي تمشي، ولكن شكون اللي غادي يبقى؟ غيبقاو التعلمات وغيبقاو الأهداف. هاد الأهداف إذا تحققت فأنت مؤهل السنة الجاية أنك تساير المقرر الدراسي. ولكن إذا أنت مثلا جبتي مثلا 9/10 في الرياضيات، ولا جبتي حتى 10/10، ولكن أنت مثلا واحد الجزئية هنا ما تحكمتيش فيها، هذه غتشكل لك عائق في السنة المقبلة. لأنها الرياضيات هو مترابط متداخل متسلسل، دونك ولهذا خص التحكم دائما مكتسب. هنا خص دائما مكتسب، كل شيء هذا الشيء يجب أن يكون مكتسبا. فإذا تكتسب هذا الشيء، أنا ما عندي غرض في النقطة، النقطة غادي تمشي وتخليها، النقطة محفزة جيد. حنا ماشي ضد النقطة، أن التلميذ يجيب نقطة جيدة مزيانة كتحفز وكتعطي واحد الثقة جيد، ولكن بالنسبة للاكتساب مهم. أنا بالنسبة لي التحكم في التعلمات أولى من أن الإنسان يحصل على نقطة هكا وهو لا يتحكم في التعلمات. إذن هذه استغليت هذه الحصة حيت هي قصيرة، ما فيهاش بزاف ديال التمارين، ووجهت بها يعني اعتبرتها حصة توجيهية. إذن ننتقل إلى أنشطة التقويم. إذن أولا أحدد بعلامة العمليات الصحيحة. إذن هنا هذا موضوع ديال الأعداد العشرية، وشكون هو بالضبط؟ هو نرجع دابا للهدف، يستعمل التقنية الاتية ديال حساب مجموع أو فرق أعداد عشرية. إذن هنا كيبان المتعلم واش قادر أنه يستعمل لا 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 يعني التقنية الاتية ديال الجمع والطرح. إذن غادي نشوفوا شكون هي العملية اللي صحيحة. إذن هنا باش كنبغيو نشوفوا العملية واش صحيحة، إذن كنسبقوا بطبيعة الحال بالوضع ديال العملية. خصنا لا نشوفوا واش العشرات موضوعة تحت العشرات، واش الوحدات الفاصلات، إذن الفاصلة تحت الفاصل. إذن هنا مزيان، هنا الفاصلة تحت الفاصلة مزيان، هنا الفاصلة تحت الفاصلة مزيان، إذن الفاصلة مزيان. ولكن شوفوا مثلا العدد الأول، العدد الأول الوضع ديالو صحيح، ولكن العدد الثاني، إذن هنا دائما كنوضعوا الفاصلة وكنبداو نوضعوا الأعداد الصحيحة بهذه الطريقة، والأعداد العشرية من هنا. يعني الوحدات العشرات هنايا الأعشار المئات، وكنمشيو كنرتبو في الأرقام على حساب. إذن هاد العملية في الوضع الصحيح. العملية الثانية، هل هي في الوضع الصحيح؟ نعم، لأن الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، المئات ما عندها والو فراغ، هنا زدنا صفر حيت عندنا رقم عشري صحيح. إذن هاد العملية فهي على مستوى الوضع صحيح. هاد العملية على مستوى الوضع هل هي صحيحة؟ غير صحيح. لماذا؟ لان هاد الربعه خصها تجي هنا، لان كما قلنا كنبداو في هذا الاتجاه بالنسبه للارقام الصحيحه، وبالنسبه للارقام العشريه في هذا الاتجاه. هاد الربعه خصها تجي هنا، العدد الاخر اللي كان عاد نحطوه هنا. اذا هذه خاطئه،
بقات لينا بين هادي وهادي، شكون هي اللي العمليه الصحيحه في هادو اولا بجوج؟ دين غادي نشوف، دين غادي نشوفو دونك شكون هي العمليه اللي صحيحه. اذا هنا الفاصله هاي، اذا دائما كننزلوا الفاصله، هنا ما نزلناش الفاصله، اذا هذه العمليه فهي خاطئه. شنو الخطا فيها؟ هو ما نزلناش الفاصله. اضافه عاد نشوفوا ديك الساعه بلا ما نشوفوا الحساب، لان اصلا ما نزلناش الفاصله، اذا هذه العمليه فهي خاطئه. شنو الخطا فيها؟ اذا هذه خاطئه في الوضع، هذه خاطئه في الفاصله، ما تنزلاتش في الاخير، ما توضعاتش، لان ما يمكنش تعطينا 655، هذا عدد صحيح، خاصها تعطينا عدد عشري. بقات لينا العمليه الثالثه، نشوفوا واش هذه صحيح. نديروا عمليه الجمع، الفاصله كاينه، اذا 3 زائد 7 10، نحتفظوا بواحد، 10 نحتفظوا بواحد، 10 نحتفظوا بواحد، 10 نحتفظوا بواحد، اذا هذه العمليه الوحيده اللي صحيحه. اذا هنا الضوابط ما تحترمتش، وبالتالي فالعمليه خاطئه. ننتقل للسؤال الثاني، وحددوا بعلامه العمليه الصحيحه. اذا هنا العمليه افقيه، هنا عموديه، هنا افقيه. اذا هنا انا ضارب هنا في عدد في 10، اذا الفاصله خصني نحركها الى اليمين بواحد. علاش؟ لان الضرب في 10 شنو كيقتضي؟ كيقتضي اننا نحركوا الفاصله الى اليمين بواحد، ويقتضي ان العدد خصو يكبر، خصو يكبر باش ما نخلطوش بين نقسمو على 10 ونضربو في 10. لو كان كنا قاسمين على 10 الفاصله تتحرك على اليسار، لان القسمه تقتضي الضعف والضرب يقتضي القوه. اذا هنا دائما خصنا نستحضروا هذه المفاهيم، الضرب كيعطيني قوه في العدد، ولكن الا ضربت في عدد صحيح. اما الا ضربت مثلا في عدد عشري العكس، مثلا لو كان ضرب 0.1 كيقتضي الضعف. خصني دائما هاد المفاهيم تكون عندي في دماغي، لان كيمكن نغلط، كيمكن نغلط، وبالتالي موقع الفاصله هذا صحيح، لان العدد الفاصله ديالو كتساوي، وبالتالي هذه العمليه فهي صحيحه. نشوفوا العمليه المواليه. العمليه المواليه انا ضربت في 100، اذا العدد الفاصله حركتها جوج مرات، اذا تحريك الفاصله صحيح، ولكن العدد غلط، لان الخمسه كانت هنا في هذه المرتبه، رجعناها في المرتبه هذه. اذا الخطا فين كان؟ في الفاصله الاختيار صحيح، ولكن الخمسه خصها تجي هنا والصفر هنا. لو ان المتعلم حط هنا الخمسه وهنا الصفر غادي يكون صحيح، وبالتالي العمليه هذه خاطئه. السبب هو غير المنازل ديال الارقام والمراتب. اذا بالنسبه للعمليه المواليه، عندي ضرب في 1000، اذا خصني نحرك الفاصله 3 د المرات. حركت الفاصله الى اليمين مره، حتى جيت اصفار زدت الصفر الاول، حتى جيت صفر اخر زدته، اذا هذه العمليه صحيحه، والعدد كبر، كانت عندي 3 فاصله ولا 3700، لان انا ضربت في 1000، اذا هذه العمليه فهي صحيح. العمليه الاخيره ضربت في 10، ولكن غيرنا المنازل، اذا هنا كانت عندي صفر، رجع هنا، وهنا كان عندي الخمسه، كانت هي في المرتبه هنا، رجعت هنا. إذن هذا الخطأ، الفاصلة تمت إزاحتها بشكل صحيح، ولكن المنازل الأرقام تغيرت. إذن نفس الشيء بالنسبة لنا، علاش هما عطاونا هاد التمرين؟ شوفونا واش كنركزو وكنقراو ما بين السطور، واش القراءة ديالنا دقيقة، واش كنتمعنو في ديك الشيء اللي كنشوفو، ولا غادي صافي كنشوف هنا كاين الواحد كاين الخمسة صافي راه صحيح تحركت. إذن كاين دابا اللي غادي يعتبرهم بربعة صحاحين، لو أنه ما غاديش يتمعن، يعني تكون يعني القراءة ديالو فيها تمعن وتدقيق. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة الأولى من تقويم ودعم الوحدة الخامسة من كتاب المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي، وموعدنا مع حصة في موعد لاحق.